أنا المقدم محمد خير صالح الحربات من مرتبات الفرقة 24 الفوج 25، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وذلك للأسباب التالية: أولاً، انحراف مهمة الجيش العربي السوري عن مهمته الأساسية بالدفاع عن الوطن والشعب إلى كتائب أسدية تدافع عن الأسد وعصابته. ثانياً، وأنا أشهد بأنه لا يوجد بين المتظاهرين السلميين أي عصابات مسلحة سوى عصابات كتائب الأسد والأمن والشبيحة. ثالثاً، أناشد جميع الضباط وصف الضباط والأفراد الأحرار الانشقاق عن كتائب الأسد والالتحاق بالجيش السوري الحر الذي يدافع عن الشعب وحقوقه، ولنأخذ على عاتقنا عهداً أمام الله والشعب بأن ندافع عن شعبنا حتى الشهادة أو النصر، والله ولي التوفيق.